السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقه ديال اساليب الغش في طرق التسويق، يعني الطرق ديال التسويق ديال الارانب. كاين واحد النوع ديال الغش بغيت نهضر لكم عليه، هو في الحقيقه واحد قصه غريبه طرات لي هذا النهار وبغيت نحذركم منها ونهضر لكم عليها. هذه الطريقه هذه اسمو هي، وهي انني مشيت نبيع شي حبات ديال شي ذكوره كانوا وجدوا لي وبغيت نبيعهم بالكيلو. ملي مشيت عند القزار اللي كان نتقدى عليه، يعني اللي كان ندفع له، قال لي لا ما خصنيش في هذا الوقت. قلت نبدل، مشيت عند قزار اخر قلت له واش تشريع لي القناين؟ قال لي مرحبا، هو قزار يعني كيبيع بالكيلو. كنت كنتصادف انه فاجئني يعني بواحد الكلمه، قال لي جيب لي جوج نتوات وذكر ويكونوا واصلين. شوفوا هاد الطرق ديال الغش، الا كان قزار وكيبيع بالكيلو راه ماشي هي كتشري انثى مثلا واجده، ان الكيلو كيدير 35 درهم مثلا. هاد الذكر هذا شوفوه، هذا فيه جوج كيلو، حنا نقولوا جوج كيلو، جوج كيلو بالضبط كاع. الا مشيت حسابته غادي نبيعو ب 70 درهم، ولكن راه باقي ما مداويش، يعني باقي ما وصلش الوقيته ديال ليبره. ليبره راه كدير 9 دراهم 10 دراهم، راه حتى هي كنحسبها. ملي كنتفاجئ ان هذا الجزار يعني هو في الحقيقه محتال محايل، باغي يشري بالثمن ديال الكيلو وفي نفس الوقت يكونوا ارانب يعني واصلين ومداويين. إذا كانوا ارانب واصلين ومداويين راه ماشي هما ثمن الكيلو، ثمن الكيلو هما هاد الصغار بحال هكا. ممكن انهم ملي كيكبروا شويه كتسناهم يوصلوا الكيلو ونص، كيلو 700 غرام وكتبيعهم، هذيك ماشي مشكل. ولكن النتوات اللي واصلين ب 4 كيلو مثلا، النسوه ديال 4 كيلو بابيون راه كتسوى حتى 200 درهم، حتى 250 درهم، حتى 300 درهم الا كانت واصله، ويعني شي انثى نقيه راه ممكن تبيعها حتى 300 درهم. 4 كيلو الا مشينا ضربناها في 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 700 ريال الكيلو، راه هي اش هي 140 درهم. راه ولات غش هذا، وغش يعني كاين اللي كيتسول له نفسه انه يعني غادي ممكن انه يخدعك، وهي لا. الثمن ديال الكيلو بوحدو والثمن ديال الواجد بوحدو، الثمن ديال الواجد بوحدو هي اسمه المعنى ديالها، وهو انه منين الارنب يكون مداوي ويكون واصل خاص الثمن ديالو كيتباع كأم مثلا، كأم واجده، يعني غادي تولد لك وغادي تستافد منها. بالنسبه للذكر عاوتاني حتى هو راه غادي تستافد منه، غادي يبقى يلقح لك الامهات، حتى هو الثمن ديالو بوحدو. راه الذكر مثلا بابيون ولا شانشيلا راه ممكن، او حتى مثلا هذا انا نصبر عليه غير واحد الشهر راه نبيعو بالثمن. اما باش تبقاو تكونوا ما فاهمينش شنو هي الطرق ديال التسويق ما بين البيع بالجمله، بيع بالكيلو، والبيع يعني بالحبه، الحبه راه خاص تكون واصله، يعني الا كانت واصله راه الثمن ديالها راه كيتضاعف تقريبا، راه كيتضاعف، ماشي كيتضاعف ولكن بحال 140 درهم حتى 250 درهم راه تقريبا غادي يتضاعف. اذا الارنب منين يوصل 3 شهور راه كيكون واجد باش على الثمن ديال الكيلو. الا فات 3 شهور ودات له الابره اللي هي كتسوى 10 دراهم، صافي راه ولا محسوب من 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 من, من الطبقه ديال الكسيبه. الا كان عنده 4 شهور صافي هذاك راه انثى، بقى لها شهر وممكن تزوجها. اما بالنسبه للذكر 4 شهور راه ممكن انه يلقح. يعني نشوفوا الفرق ما بين شهر ديال الفرق، يعني ماشي شهر، شهرين، يعني 3 شهور حتى 5 شهور ولا 3 شهور حتى 4 شهور، ممكن ان الفرق في الشهر الثمن كيتضاعف تقريبا، قلنا كيتضاعف. اذا حضروا راسكم من هذه القضيه هذه، من دوك النصابه يعني المحتالين، انهم كيخلطوا الامور، كيقول لك لا انا باغي الكيلو، والكيلو راه هو اسمه الجزار الحقيقي اللي كيبغي، كيقول لك فوق الكيلو و700. علاش كيلو 700؟
لان ملي كتبيعوا له كتبيعوا له بالشعر ديالو بالمصارن ديالو ملي كيذبحوا صافي كيولي هذاك الارنب عباره عن اللحم هو كيتاجر معك في اللحم كيشري مثلا 35 درهم راه كيبيعوه ب 80 درهم يعني واخا يبيع يرمي لك الاحشاء اللي ديالو راه كيكون رابح 100% يعني كل واحد رزق الله كل واحد وحنا ماشي كنهضروا على هذه القضيه هو شحال كيربح هو من حقه يربح عنده المحل ديالو عنده الكرا ديالو الضرائب الضو اما بالنسبه لهذه الفكره اللي هضرت عليها النهار وهو الاحتيال من نوع اخر وهو انه باغي يشري عليك السلعه اللي هي عباره عن كيلو وما تكونش في ما تكونش وصلت للشهور تكون هو باغيها ديال 5 شهور مثلا 5 شهور راه ماشي هي السلعه اللي يعني ديال الذبيحه وانا كون انا راني 7 سنين ديال تبارك الله بدون تفاخر ولكن راه عندي تجربه في هذا الميدان ممكن ان نعطي الاحلال احلال هي شي حاجه ما كتولدش ولا شي ذكر فيه شي مشكل انا لا انا راني عارف يعني الهضره خصها تكون بضوابط بموازين ما خصش هو كتسول له نفسه انه يقدر يخدعني لان هو بغى ياخذ شي حاجه يعني كتولد وبثمن ديال الكيلو ولكن راه ممكن عاوتاني الخداع ديال 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 المربي الارانب راه ممكن انه كيقول لك الطماع كيغلبوا شكون كيغلبوا الكذاب ممكن انه هو كيطمع ممكن ان يتصادف مع شي حد اخر ويبيع له شي حاجه اللي ما كتولدش مثلا اللي فيها شي مشكل اللي كتاكل ولادها اللي عاوتاني الذكر اللي عقيم مثلا ويشري عليه هو وكيصحاب بلي راه هو خدعو والاخر الاخر طمع والاخر كاذب عليه المهم هاد الافكار انا يعني كنتاسف ان كاينين الناس اللي كيفكروا بهاد الافكار بحال هكا ولكن ما عندنا ما نديرو خص بنادم يحضي عطيتكم هاد الافكار راه هي عباره عن اسرار اللي كتروج في المخ ديال التجار حضيو مع هاد التجار راهم كيغشوا يعني نتوما كونوا واقعيين وعرفوا بلي راه كاين الغش ماشي الدنيا راه كلها عباره عن خير راه كما كاين الخير كاين الشر كذلك اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار حاولوا انكم تردوا بالكم التربيه ديال الارانب هي راه يعني مزيانه وكتجيب المدخول الحمد لله ولكن ما تخليوش يعني بعض يعني الاشخاص اللي يخسروا لكم البيع والشراء ديالكم اذا الحلقه ديالنا هي هذه ردوا بالكم الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف تعاليق طيبه ديالكم راني كنقراها وكنجاوب عليها قدر الامكان الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا وتكيو على زر جام ما تنساوناش بزر جام وسكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.